يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الموضة. والموضة مثل ما أنتم عارفين ما هي بس للبنات، الموضة الحين صارت للبنات وللأولاد وأيضا للأطفال، وأيضا بهالوقت صايرين حتى الرجال يهتمون وايد تفاصيل الموضة باللبس الكاجوال أو حتى في الدشاديش. صرنا نشوف ألوان غريبة وقصات جديدة، واليوم ضيفنا راح نسوي له ميك اوفر ومتعودين عليه بطابع كوميدي وبستايل معين. راح نتعرف معاكم عليه اكثر وعلى اهم تفاصيله واهتمامه بالموضه. مساء الخير عليك. مساء النور يا هلا وغلا. ايش رايك اليوم جايك مو كاجوال؟ اليوم جاينا لوك ثاني. طبعا ضيفنا لليوم مبارك المانع، حياك الله. تعودنا عليك بطابع كوميدي. اي الوان الدشاديش عندي بس ازياءك اليوم صرفوني. صح، انت تعال تسابق الموضه بالوان الدشاديش. نعم. ازرق فاتح اخضر كل الالوان. العنابي. العنابي عنابي مالي مو هلا. ايش رايك بالموضه؟ والله الموضه حلوه هي، بس بالنسبه لي انا الالوان اللي صايره هالايام اللي وايد فاقعه ما احب البس هالنوعيه من الاشياء. بس اليوم بتلبسوني فاقع شيء؟ انت ما تحب الفاقع عشان يعني اللون للبشره ولا عشان والله في الوان بناتيه وفي الوان رجاليه؟ يعني احس ما ادري شلون. انت من اللي ما البس وردي ما البس احمر ما البس. اي ما البس وردي. ليش البس وردي؟ ترى عادي في ناس يعني ياخذونها مطابع انه هذا نسائي وهذا رجالي. يعني انا مو ضد اللي يلبس وردي، بس هم بنفس الوقت انا ما احس لي صح على الوردي، يعني فما يعني في الوان اشياء كذي وايد فاقعه احس ما. اذا غير الالوان، خلي الالوان عجب. تتابع الموضه بالسايلات الجديده، قصات الجنزات الجديده، عزك الله الجوات الجديده. اي ترى دشاديش بالتمثيل بس بالصج عادي. ولا هو احنا متعودين مبارك المانع وزار ودشداشه. لا شد وهذا مبارك. لا بالعكس عادي البس وهذا، بس اني قاعد اقول لك في اشياء معينه ما افضل البسها، الاشياء اللماعه الالوان الفاقعه هذه مو مكاني. يعني عشان نقيت لي عشان امسك اياها. لا 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 ليش؟ عقاب. لا لا مو عقاب. راح اكيد راح تطلع بطله حلوه ان شاء الله. وبس خلنا شوي عن الموضه. مبارك شنو جديدك؟ ان شاء الله عندنا عروض تاريخ 12 و13 واحد براس الخيمه بالامارات ان شاء الله، مسرحيه الحكم لكم. وعقبها ان شاء الله عندنا جامعه وادرين بجده بالسعوديه ان شاء الله. بتاريخ 23 و24 و25 ان شاء الله. وعقبها ان شاء الله عندنا فبراير مسرحيه عطالي بطالي ان شاء الله. شغل جديد، جو جديد، موسيقى لايف، مكان جديد رايحين ان شاء الله. وبطابع الكوميديا. اي هي قصه اجتماعيه ولكن لازم عشان الناس يعني. وينك على الدراما؟ بالدراما موجود، قاعد تجيني نصوص لكن مو الشيء اللي اطمح له للامانه. يعني عادي مبارك المانع يقدم دراما. ما عندي مشكله، ما عندي مشكله، انا اتعب على مثل ما يقولون النص الحلو، فيعني للامانه تقدم لي كم نص ولكن ما كانوا بالشكل المطلوب، ف ان شاء الله. يقولون انك دريس مبارك صدق؟ ايه ما شاء الله ما شاء الله. لا نحسده، لا اله الا الله. يقولون انك كنت متفوق على دفعتك؟ اي كنت الاول على دفعتي بالمعهد العالي فنون مسرحيه. اي ما شاء الله. لا تخاف نظرتك كأنك خفت. انا ما ادري خايف لا تنظريني. لا الله يوفقك يا رب وتستاهل. وانت ما شاء الله من الناس اللي طلعت بالطابع الكوميدي الصح، يعني في وايد ناس يمكن متجهين اتجاهك بس انت ما شاء الله من اول ما طلعت قدرت تكوش على المتابعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الموضه، نبي نرجع الموضه. زين انا اشوف ما عندك شعر. ما عندي؟ ما عندك شعر؟ ما ما تهتم، ما تحب الطاوله؟ لا انا ما احب الشعر. ما تحب الشعر؟ يعني هذه شخصيتي وكيف ما احب الشعر. اي احس الشعر ما ادري يعني انا افضل كذي اكون دايما. اذا عادي اللحيه تنشال ولا لا تحب اللحيه؟ كل اللحيه ولا يعني احنا عندنا عندنا احنا عندنا يعني اليوم الحين اول شيء راح نتجه ان شاء الله نغير اللبس. زين. ونشيك على الملابس بعدين راح نروح صالون. اوكي. أيوة. يعني بتبدلون لي وتوكلوني وتودوني تحلقوني. كله. حلو. زين. اي يعني ما ادري يعني عندي اشياء مهمه يعني. شنو المهم؟ يعني شوارب سكسوكه على اقرع من فوق اقرع من تحت. صح صح. اي فانه يعني راح نطلع بميك اوفر جديد ان شاء الله. ان شاء الله. وشيء ان شاء الله يكون جديد على متابعينك. ان شاء الله ان شاء الله بالعكس. يلا. نروح نشوف الستايل اللي راح يختاره مبارك او نختاره لمبارك. اول شيء نروح تبي تتريق؟ يلا كرك. يلا
مبارك مبارك وايد دمه خفيف، هو نفس الشخصية اللي على المسرح والتلفزيون، هو مبارك هني معاي بالبرنامج وخلف الكواليس بعد، يعني من تحت الهواء نفسه هو مبارك. عشان كذي الموضوع قاعد يصير وايد فني وايد حلو وايد ممتع، الاختيارات موفقة بس عنيد راسه يابس، يعني بالألوان مراد يغير نهائيا يا ولد الناس، وردي عنابي غير لون، لا رمادي أسود أبيض كحلي الألوان المعتادة. ما علينا من هالموضوع، الشيء الحلو والمميز ان بنية جسمه ما شاء الله تناسب جميع انواع القصات، البلوفرات التيشيرتات الجاكيتات كلها مناسبه لبنيته، هذا اللي سهل علي امور وايد، ولانه يحب الاشياء اليونيك والاشياء المميزه قررت ان اني ويا محل ذوق في سومو، لانه مكان متميز ويونيك، ولانه يحب يكون غير عن اللبس المعتاد او يلبس شيء يميزه عن الباجي، فهني قدرنا نلاقي القطع اللي تتوفر في القطعة والقطعتين مو أكثر، والأحلى من كذي إن هي لوكال محلية. الألوان اللي أنا أحبها الألوان الأساسية، يعني أحب الألوان الأساسية، أحس تعطي ثقل حق الواحد، يعني الأبيض أحبه، أحب الأسود، أحب العنابي، أحب الأزرق، الجينز ممكن، يعني الأساسيات دائما ما يعني الألوان اللي شوية يكون فيها ذهبيات وأشياء غريبة كيفكم اللي تلبسون كيفكم، بس أنا ما أحس نفسي هني يعني. يا حلاتي دشداشة، إيش فيها دشداشتنا؟ حلوة دشداشتنا والله، حلو شيء تحسينه مالنا، نعرف نلبسه ونعرف نسويه، وبعدين طق قوتي لبسه أطلع، يعني ما يبي له تفكير، ركب احمر على اخضر يطلع لك بني، مو بحصة الوان احنا. فاحس ان لبسنا التقليدي حلو ترى وفخم ويعطيك شكل حلو. البس بنطلونات مو ما البس، لكن احس لبس الدشداشه احلى احيان وايد، يعني بمناسبه بروح لك بنطلون والله شو تسوي فيني ادش لك بنطلون. فقلت لكم الألوان يعني اللي أنا أحبها وعجبتني، كم قطعة هني بأخذها من المحل وهذه تشوفونها ولا ما تشوفونها، هذه أنا بايقها بيني وبينكم. سلام عليكم. وصلنا حق الفقرة اللي كلكم تنتظرونها وأنا شخصياً أحبها، تدرون ليش؟ عشان أعرف رأي الشخص أو الضيف اللي معنا بالتغيير اللي صار له، وهل فعلاً حس باختلاف ولا لا؟ شلونك؟ انا مرتاح. شلونك بعد الشيفنج اللي صار لك والرويال شيف والصالون؟ انا بالنسبه حق الجاكيت وايد يعزلي وايد يعزلي بس الرويال شيف اللي صار لي، انا اول ما دشيت جابوا لي فوطه حاره حطها نمت قعدت لقيت روحي نظيف مبارك، تفاصيل ما شفتها. يعني انا قاعد احس ان انت تدور حلالك قبل صح او متعود عليهم؟ لا 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 بالعكس، يعني اجرب كذي وكذي بالعكس. اي بس يوزك الاول، يوزني الاول، وهذا اللي اليوم هم يازلي صراحه. اي يعني تنظيف البشره والاشياء اللي استخدمها في اختلاف طريقه الحلاقه. طبعا طبعا، يعني كل حلاق ويفرق، يعني كل واحد وطريقته واسلوبه. بس تعرف شنو حطوا لك؟ ولا منتج ولا صابون، فهمته بس ريحته حلوه. ريحته حلوه، ها تحس بانتعاش وشي تغيير. معرس يعني اليوم رديت معرس. اي مره يحط لي فراوله مره يحط لي، فانا مستانس على الروائح. زين زين، يعني نقدر نقول ان الصالون والرويال شيف يازلك. اي بالنسبه لي ممتاز انا. زين، واللوك اللي انت طلعت فيه؟ والله وايد حلو الجاكيت، متعود عليه. وإيه وقالوا لي إنه هاند ميد وما في إلا قطعة واحدة، فأحب الأشياء المميزة. إيه إحنا قلنا من قبل إنه هما لوكال ميد محلي، والشيء الثاني طبعًا يونيك يكون في منه قطعة قطعتين بالمحل. وايد ممتاز، أنا أحب أنقي الأشياء هذه اللي ما راح أحد يلقاها بالسوق، فحطت مكان المحل خلاص. لابس من قبل كذي؟ اي اقعد ادور انا اشياء، حتى لما اسافر تلقاني ادور مثلا الاشياء اللي يحكونها بالشارع او يسوونها او يرسمون على الهدوم رسمه معينه، فلما تاخذينها تحسين شيء مميز اشياء غير صح. القصه هذه من قبل لابسها؟
انت كنت جاينه بجاكيت طويل بس إيه؟ اختلاف القصه وطريقه يعني والله الجاكيت مع الكاب والماتيريال تحسها كنا مقصوص قص. اي ما عندي شيء كذي للامانه، فوايد مستمتع عليه. انا قلت في فقره قدمتها قبل شوي ان انت ما شاء الله بنيه جسمك تساعد انك تلبس جميع انواع القصات. هذا كرم. بس باسه قوي وعنيد الالوان، يعني الحمد لله ان احنا فصل الشتاء والالوان كانت من الالوان اللي انت تحبها، يعني الوردي والسماوي او الفواقع والفسفوريات انت مصابهم، فالحمد لله ما عورت راسي وايد بس عنيد. الحين عندي سؤال، الحين لما يجي لك واحد لابس ذهبي كله مو فوق اللي تحت يعيك ما يكسر عينك هذا والله؟ ما تحس شيء زحمه؟ هو يقول لك الناس اذواق ولولا تعدد الاذواق لبارت السلع. فبالنهايه قدرنا شويه نطلع مبارك لمتابعينا بصوره شوي غير. صحيح. ولو ان انت القفل هو ولكن طريقه الحلاقه غير. إيه لا لا بالعكس، انا وايد مستمتع اليوم معاكم للامانه، ومشكورين انكم عرفتونا بهالمحلات الطيبه، يعني الهدوم وايد عجبتني. الله يسلمك. ايضا شو اسمه، الله يسلمك. طبعا إيه كل مكان وديتوني اياه صراحه كان مكان مميز. الشكر لك اكيد، وموصول ايضا للي استضافونا عندهم من الصالون وايضا من المحل اللي كنا موجودين عنده. صحيح. شكرا لتقبلك دعوتنا ومشاركتك في البرنامج هذا، وان شاء الله ما تكون اخر مره تطلع فيها معنا. ان شاء الله يحياكم الله ومشكورين، وبالعكس استانست وايد معاكم. الله يحييك. احنا اكيد متابعينا متابعونا ايضا مع فنانين ومشاهير جدد في الحلقات القادمه مع الموضه.